طب ايه رأيك نغني يا نغم؟ إيه طيب ماشي، نغني إيه؟ نغني حاجة بحبها. أرجوكي. طيب أنا بحب وائل الفشني الله، جدا وأنا كمان جدا، فممكن أقول له حاجة صغيرة كده. يلا. سافر حبيبي وداخل لي يودعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، بكى وبل المحارم وانا قلت ايه يعني، والله برافو يا نغم، بس الاغنيه برضه صعبه ومزيكا أيوة جامده، ووائل كان بيغنيها باداء رائع، فده تحدي برضه يعني. لا مش تحدي لا مش تحدي لوائل، ده تحدي انك انت تعملي غنوه تبقى الناس حباها وسمعاها بصوت قوي، فانت تروحي برضه داخله. انا بحب اصلا النوع ده من المزيكا جدا والغنى يعني.